انا عايز اسالك سؤال، في مثل مصري كثير مهضوم وكل اصحابي اللي بالجمهور حيردوا هلا علي وحيعرفوا الاغنيه اللي انا بغنيها، اللي خاف من العفريت. شوف انت بقى حصل لك كده؟ هو حصل موقف، بس هو مش يخاف من العفريت، هو ده كان يعني لما بعد ما احكي لكم الحكايه ان شاء الله هتتمنوا كلكم يكون عندكم العفريت ده. انا شخصيا تمنيت دون. هو كان في اوتيل، يعني كنا في مؤتمر بمثل في مصر، كان في مصر برضو المؤتمر. اللي حصل ان انا كنت في روم رقم 19. الروم دي ما كانش حد بيدخلها كتير لسبب ان هي ملهاش فيو، فكان اخر اوضه ما عندهاش منظر لطيف، ما فيهاش منظر، فكان كل اللي يعني كانت اخر روم ممكن تتحجز هي الروم دي. فاحنا عشان كان عدد يعني كنا دول كتيره، فكان العدد كنا واخدين كل معظم الاوتيل تقريبا، فخلاص كان لازم يفتحوا الاوضه دي، يعني طبعا بتفتح بس على فترات. المهم كنت انا وكان معايا يعني زميل مصري برضو موجود فيها، بدانا في اول حاجه اول يوم ان احنا بنحط الشنط بتاعتنا، حطيناها على السرير وطلعنا الحاجات اللي احنا ممكن نحتاجها، لان احنا كنا 24 ساعه نقعدها في القاهره وبعد كده هنسافر الغردقه. بعد ما حطينا الحاجات يعني بهدلنا الحاجات زي ما بيقولوا، او يعني رمينا حاجاتنا على السرير وقلنا هو قال لي بس ممكن نفطر الاول، ننزل عشان يعني ميعاد الفطار. فقفلنا الروم ونزلنا، خلاص اتبسطنا في الفطار. بعد ما طلعنا تاني لقينا كل حاجه مترتبه مكانها، محطوطه الفوطه محطوطه على الطرف بتاع السرير، الهدوم متطبقه بتطبيقه حلو قوي، نفس الشكل اللي موجود عندي موجود عنده بالظبط. فاتبسطنا يعني ممكن حد من الهاوس كيبنج مظبط البنيه، فحلو قوي. وحتى دي قلنا دي ممكن نكتبها ككومنت لذيذ، يعني ان هم يدخلوا في اول اليوم يعملوا كده. شويه نزلنا كنا بنخلص اجراءات للناس اللي المفروض اللي جايه من بره مصر، يعني حوالي ساعتين وطلعنا تاني برضه في يعني واحنا موجودين خلاص بدانا يعني كنا بناخد شاور او بنعمل حاجات، فخلاص كل حاجه اتبهدلت برضه تاني. خلاص فقلنا ننزل بقى نظبط ايه شغلنا ونطلع تاني. طلعنا نفس بالظبط التطبيق اللي موجوده بتاعت الحاجات، بنفس الرصه بنفس الشياكه اللي موجوده. فبدانا لا يعني ما ينفعش هاوس كيبنج يدخل مرتين في نفس اليوم، يعني مش هيبقى كده. ده تحفه، ده اوتيل 70 نجمه يعني. وبعدين بقى موجود معانا بشكل اساسي، يعني اللي هو كل شويه انا عارف امتى بننزل فيطلع يرد. ركز معاك. سالنا نزلنا للاداره، ففي حد يعني احنا في حصل كذا كذا كذا، فهل في حد تاني ممكن يدخل او كده؟ فقالوا لنا هو اصلا ما حدش دخل لكم النهارده. فالموضوع بقى يعني لا في حد، طب في حد تاني معاه الماستر كي او كده؟ فقالوا لنا لا برضه ما فيش، يعني هو في موجود طبعا بس ما حدش بيستخدمه، يعني ليه مواقف معينه ممكن حد يستخدم فيها الماستر كي غير كده لا. فالمهم ماشي ما فيش مشكله. انا بدات اشك في زميلي ان هو بيشتغلني، هو برضه بدا يشك في ان انا بشتغله. جه ميعاد الغداء وقعدتوا تراقبوا بعض، احنا مركزين مع بعض قوي، بس مش عايز اقول بقى اللي هو حته بقى يعني كبرياء شويه، لا انا يعني أوكي. شاكك فيك بس لا مش هقولها كده علنا يعني. حلو. نزلنا يعني نتغدى، برضه نفس الفكره بقى، برضه الاوضه مكركبه بطبيعه الشباب يعني في الاوضه. طلعنا تاني طلعنا التالت، والتالت مره الاوضه مترتبه حلو قوي ونفس الشياكه ونفس التطبيق ونفس كل حاجه. فقلت له لا في حاجه غلط، قلت له انت بجد انت يعني لو بتشتغلني خلاص الموقف خلاص يعني اشتغلها حلوه وكفايه كده يعني. قال لي لا على فكره انت اللي بتشتغلني، يعني قعدنا في مجادله حوالي 5 دقائق. خلاص وسبنا الموضوع من كلمه منك كلمه منه ضربتوا بعض بحب قوي. بس بعد ما خلص يعني خلاص يعني خلصت المناقشه دي وخلاص، واليوم بقيت اليوم عدى طبيعي جدا. ونزلنا نتعشى، قلت له لا هننزل بقى مع بعض المفتاح نشوفه مع بعض. بتاكلوا كتير يا محمد في اليوم ده؟ افطار وغدا وعشاء. مثلا 3 مرات. قلت له لا هنشوف هنشوف يعني ناخد المفتاح مع بعض. فخدنا المفتاح ونزلنا بيه واحنا شايفينه، حطيناه على الترابيزه قدامنا، احنا متفقين على كده خلاص احنا الاثنين هننزل مع بعض ونطلع مع بعض كده اهو بالظبط. بعد ما خلصنا نطلع، قال لي نطلع المفتاح مع بعض معنا احنا الاثنين، وطلعنا بنفتح الاوضه بنفس كل حاجه مترتبه. فبدا الموضوع لا كده الاوضه فيها مشكله. انا قاعد يعني لو افترضنا ان الاوضه انا قاعد كده مدي ظهري للسرير بتاعي وقاعد على السرير بتاعه هو بنحكي، كان الموضوع بدا ينتشر في المعسكر كله، كل الشباب اللي كانوا معانا. فجالنا حد من الشباب ما كانش مصري، فبنحكي له حصل كذا كذا كذا، وانا كنت خلاص كان برضو مبهدل حاجتي على السرير. فاقول له انا بالظبط زي مبهدل حاجتي كده، وبص ورايا زي ما الحاجه متبهدله لقيت الحاجه مرصوصه ورايا. جري احنا الاثنين، هو الولد الثالث ده لسه بنحكي له الموضوع، شافنا بنجري جري معانا، بس انا والولد الثاني جري على بره الاوضه. شويه يعني خلاص في اليوم ده بقى احنا ما بدناش يعني طبعا في الاوضه. لا لحظه، الحاجه كانت متكركبه وترتبت وانتم موجودين، واحنا موجودين في الاوضه. يا صلاه النبي. حبيبي يا محمد، طب انت مش هتفضح الاوتيل وتقول لا مش هقول اسمه طبعا. طب اتجوزتوا العفريته دي؟ ما هقول لك بقى ايه ما احنا مش عارفين عفريته ولا عفريته، فما ما خدتش القرار يعني. لا دي بقى بس خلاص يعني جري بره الاوضه. بس بعد كده في يوميها بالليل كنا متجمعين كلنا، الدنيا النور اتقطع كله على كل الاوتيل حوالي 10 دقائق.
كل الشباب بتاع خلاص الموضوع انتشر في الاوتيل كله. يعني لو الاوتيل كله لو تخيلنا المنظر كلهم يعني شباب مع بعض كلهم يعني المؤتمر اللي احنا عاملينه هم اللي موجود في الاوتيل، فكلنا قاعدين بره خلاص مع بعض ومحدش دخل في اليوم ده يعني جبنا بس الشنط وروحنا تاني. فبس كان اول تعليق ليا ان احنا اول تعليق لوالدتي يعني اول ما رحت بحكي لها الموقف قالت لي طب انت يعني ليه ما جبتش عفريت ده معاك البيت يعني؟ طب هو يعرف اوضتي مكركبه طبعا ده كان هيفيدك يعني، كان اول تعليق طب محمد ما جبتوش معاك ليه؟ ده كان بس انا بتمنى لحد دلوقتي ان يكون عندي في الشقه عندي عفريت زي ده ولا عفريت فلبيني يعني. لو تتجوزها كده وتبقى لطيفه وتجيبوا عفريت صغيره حاجه حلوه يعني. محمد انا كتير سعيده انه انت موجود معنا اليوم، ان شاء الله تفتح العلب وما يكونش فيها عفريت.